رجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم في البدايه النهارده الفقره مخصوص لكل المحجبات. النهارده هنتكلم على ايه اللوك، ايه الستايل، ايه الالوان، ايه الماتيريالز الجديده ل 2017، وهنشوف اكيد كمان لفات طرح لايف هنا في الاستوديو. ضيفتي هي خبيره الميك اب ولفات طرح نانيس سليم. مساء الخير ومنوران يا نانيس. ومعانا الموديل اميره. ازيك يا اميره؟ نانيس، قبل ما نبدا، واكيد انت هتعلمينا حاجات حلوه قوي وحاجات سهله. ايوه. ايه لوك المحجبات السنه دي؟ ايه اكتر دايما كل موسم كده بيبقى فيه تقليع او لوك كده؟ صح، محجبات السنه دي ايه؟ السنه اللي فاتت كنا عاملين السيربونات والحاجات اكتر. ايوه. السنه دي ايه؟ الخامات الابسط والاخف، يعني كل حاجه خفيفه شفافه، تول دانتيل زي اللي انت عاملاها كده، شيفون، الحاجات وحاجات بسيطه خالص. ومع فكره ان احنا عندنا مشاكل بتقابلنا كتير جدا في الباندانا، فعملت باندانا منها الاسود والابيض، بتبقى ناشفه من قدام وفيها تول من ورا. عملت لنا فكره التوكه اللي هي الكبيره اللي احنا كنا بنعملها فتره عشان تعمل الفوليوم، فدي موجوده عندي في السنتر، عملتها ودي ناس كتير جدا حبوها، وعامله منها الوان عشان الصبح في الجامعه. وكمان ميزتها ان ثانيه واحده، دي فاهمين دي البندانة، دي عشان بدل مثلا واحد شعرها قصير زيي. أيوة. فبندانة وتتحط ودي بتتثبت فوقها الطرحه، بحيث ان انت لو انت فعلا شعرك قصير هتعمل فوليوم، ولو عايزاها من قدام تبقى ببوزه، عملت الفكرتين في فكره واحده. اوكي. فدي موجوده عندي وعملتها، وفي نفس الوقت بحط عليها تول تاني. أوكي. بيدي فوليوم احلى زي ما هي. بصي لابساها دلوقتي. عملنا الباندانا وحطيناها، هي فيها تول بس قلت اوريها لك عشان دي تبقى لوحدها، ودي وهي ملبوسه. اوكي. ففكره سهله جدا. طب وايه مشكله البندانات العاديه؟ كان ايه مشكلتها بالنسبه هي من قدام كانت بتبقى مبططه شويه. فكانوا بيحبوا يبينوا القوره، في ناس كتير مش بتحب تبططها على القوره. تاني مشكله ان الورا لو كان شعرها قصير او طويل ما بتعرفش تمسكها، فبتضطر تلبس اتنين او بتلبس توكه، فالتوكه بتبان، ففي يعني حاجه مسافه مش مظبوطه. فقلنا نساعد البنات ان احنا نعمل حاجه زي كده، ولقيتها متوفره بره مصر، فقلت لازم اوفرها في مصر. طب واحنا لازم دايما نلبس بندانه تحت الطرح؟ يعني بتبقى معظم انت مش لابسه؟ لا، لابسه، ولابسه بندانه وتول وعليها طرحه. والله. طبعا. ايوه، اهي بنت، عشان بس يمكن طب ويمكن دي كمان تساعد، عشان انت بتقولي الموضه السنه دي القامشه اللي هي الخفيفه، الحاجات دي، فيمكن تساعد دي كمان انها تمسكها وما تتزحلقش منها. احنا بنعمل التول ده مع البندانه البيضاء، وبنعمل التول الاسود مع البندانه السوداء. طب احنا عايزين نبدا النهارده حاجات، انت عارفه خاصه الجامعات داخله، عايزين نبدا كده يا نانيس حاجه بسيطه كده للجامعه. بصي التول اللي انا بلبسه برضو على الباندانا، عشان في ناس برضو ده ما بيبقاش فوليوم كفايه بالنسبه لها. احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجه للجامعه، ده هنعمل كده جامعه؟ ممكن للجامعه، ما هو دي خفيفه قوي. طيب. وده تول قطن بيتباع في محلات القماش عادي. أوكي. وموجود برضو عندي، ده بيبقى قطن نص متر او متر، بنعمل كده فبيدينا فوليوم من الحته دي. أوكي. علشان كمان الباندانا ما تبانش قوي، فتنفع معانا الرابطه عاديه وسبانش، يعني تنفع للاثنين. طب قولي لي حاجه، قولي حاجه، لكن انا لو عايزه بدل التول ده، لو انا مستعجله اسف، ممكن احط الاشاره البندانه وتنزلي بالظبط. اوكي. انت ده بس عشان تدي فوليوم. عشان الحته دي في ناس رفيعه وشعر رفيع وشعر طويل، فلازم نعمل لهم فوليوم. طب مين تقولي له لا يا نانيس؟ مين تقولي لا ما تعملش كذا اللفتين دول على بعض؟ لو واحده وشها كبير قوي، لو واحده وشها كبير بتحب ان هي رابطه بسيطه، عايزه حاجه خفيفه فعلا زي ما تقولي بتتحر، مش عايزه كذا رابطه، تلبسها على البندانه على طول. البندانه على طول. اوكي. هنعمل ايه بقى؟ ايه اقوى لون السنه دي؟ لا، الباستيلات، الحاجات الهاديه الخفيفه، يعني السنه دي روقان، روقان خالص، روقان في الرابطه وروقان في الالوان. بالظبط. طب حلو قوي يا نانيس، انا بحب الموضه دي للمحجبات، انا ما بحبش ادوار ادوار ادوار. انت بتحبي البساطه، وانا معاكي جدا في كل الحلقات، بنقعد نقول للناس البساطه هي عنوان الجمال. فما ينفعش نبقى احنا يعني مبهرجين وتفتكروا ان ده حلو. لا لا، مش حلو خالص خالص. اللفه اللي عندنا الخامات بتاعه الشيفون، هي دي اللي موضه جدا السنه دي. دي ممكن واحده في الجامعه تلبسها، مفيش مشاكل، عادي جدا. أوكي. على الفندانه او على التول او حتى طرحه عاديه. اوكي. من تحتيها الفندانه اللي هي نص دي، لان معظم الفندانات بتبقى نص الطرحه. فاحنا عملنا دي عشان تعمل الاثنين. اوكي. دي بنعملها شيفون، بنخليهم قد بعض. اوكي. بالشكل ده. اوكي. وبنروح عاملينها كده، وبنروح جايبينها من قدام من غير دبابيس خالص. اوكي. دي اسهل واحده خالص، وبنجيبها من هنا ومن هنا، يعني نحاول نعمل حاجات سريعه وبسرعه. ونروح رابطينها من ورا رابطه واحده. واحنا ما نخافش عشان البندانه اللي تحت، هو دي مشكله القميشه دي نابكه بتتزحلق، دي التول ده مش هيخليها تتزحلق. بيمسك الطرحه، بتمسك، بتعمل الفوليوم، بتدينا ثبات لحد 7 ساعات 8 ساعات. حتى لو ما حطيتيش التول. كمان الدانتيل ده بيخلي الشعر يتنفس، خلي بالك ان كل الحاجات اللي بتكتم على الشعر دي غلط على الشعر، فدي لو هي غسله شعرها، لو بنشوفه حاجه خفيفه وتروح لابسه ده، مفيش اي ضرر على الشعر.
دي لفه بسيطه جدا. طب قولي لي حاجه، الاسبانيش اخباره ايه السنه دي؟ برضو موجود وممكن نعمله بنفس الطرح. احنا هنعمل دلوقتي رابطه اسبانيش ورابطه عاديه بنفس الطرح. طيب الاسبانيش طبعا ثلاث ارباع الناس في مصر بتعمل اسبانيش، مين برضو تقولي لها كتدويره وش لا ما تعمليش اسبانيش، اسبانيش ده بلاه؟ اللي وشها كبير قوي وعندها مشكله في اللود، واللي وشها طويل قوي. اوكي. فهي دي اللي بتبعد. لكن لو وشها متوسط او صغير ما عندناش مشاكل. أوكي. بنعمل دي بنثني حته صغيره منها وبنبين حته صغيره من كده وبنعملها دي تقريبا. دي اللي انا لفتها هوريها لك في السريع. وبتتربط. ننيس معانا اتصال، ناخده معانا. مين؟ انجي. خير انجي، مساء الخير يا انجي. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. حضرتك ازاي اثبت الطرحه الشيفون من غير ما تتزحلق؟ حاضر، هنجاوب عليكي حالا يا انجي. ما احنا لسه قايلين، عيدها لها تاني. احنا ربطناها من تحت. أوكي. ودي شيفونه اهي زي ما احنا قلنا. ودي هتبقى الفندانه من تحتيها. وبتتربط في يونكه. بنعمل واحده كده وواحده كده وبنروح عاملين دي كده وبنجيب الطويله اللي طلعت معانا قدام. يعني هم شافوا ايه دلوقتي؟ يعني اسم انت عاملاها لنا من ورا. يعني انت عملتي بو من تحت كده. ايوه بو. سهله جدا. انا يا ريت يا ريت يا جماعه يا بنات ويا ستات بجد، لفات بسيطه ما فيهاش اي حاجه. طب ننيس قولي لي حاجه، وعملناها كده وتاني وهي. ننيس قولي لي حاجه، هل لازم القماشه تبقى شيفون؟ هل ممكن ده يتعمل بقطان؟ طبعا ممكن. بس هتبقى تخينه شويه من هنا. احنا خلاص داخلين على الخريف وكده، بس انا قصدي يعني لو الدنيا حر لسه شويه. بس القطن يعتبر في الجامعات والكاجوال احلى. لكن الشيفون هو الاشيك السنه دي. يعني انا دلوقتي ممكن كنت بلبس مثلا طرحه عاديه قطن على اللبس العادي، لكن موضه السنه دي شيفون والاشيك. والاشيك هي الفكره كلها، ان احنا مش عايزين نكبر الوش ونعمل تفاصيل كتير. بصي دي عندنا الجل والقطن. لو عملناها بنفس الطريقه برضو هتنفع. بس ان هي يعني هتديكي تخن من ورا في الحته اللي قدام اللي ورا. ومش هتديكي اللي هي عارفه اللي هي بصي الفيونكه لما تبقى مربوطه. طب هقول لك حاجه تانية. هل البنات اللي في الجامعه طبعا عارفه بيلبسوا بنطلونات؟ فاهمه. بصي الفيونكه كبرت ازاي؟ فهي دي بتنفع مع الشيفون احلى، بتبقى ابسط. ابسط. طب مع الجينز ومع عارفه اللبس الكاجوال اللي في الجامعه، هل ينفع الشيفون؟ ما فيش اي مشكله لو هو باستيل وسيمبل؟ ما فيش اي مشكله خالص. طبعا ده بقى الطرحه القطن دي للمحجبات برضو، لو على الجينز زي ما انت بتقولي عايز تعملي، وتروحي عامله دي كده وتروحي مثبتاها ما بين دي كده ودي كده. ناخد طب اتصال على بال ما تعملي الطرحه. معانا نانسي، مساء الخير يا نانسي. هاي امينه، ازيك؟ الحمد لله، اتفضلي. بصي انا هسال نانيس، بس ان انا الشيفون بيتزحلق جدا من يعني شعري بيطلع من الطرحه، وانا شايفاه موضه بس مش عارفه البسه. مش عارفه تلبسيه. طيب قولي لها يا نانيس، الشيفون موضه كمان. القطن كمان ده موضته راحت ولا لا؟ بس هو بيريحني جدا في الطرح بالحقيقه. بالظبط. طيب عشان كده هنجاوب عليكي حاجه. القطن بيريح زي ما انت بتقولي. وهو ممكن يتعمل عادي جدا. هي بتعمل لكم لفه اهي بالقطن يعني. بالقطن، وفي نفس الوقت هي بتتربط كده عادي. دي لازم نحط دبابيس. علشان من هنا ومن هنا وما بنمسكهاش من هنا. في بنات كتير بيقابلهم مشكله من هنا، بتلاقي الحته دي عندهم غامقه سودا وبيطيروا. ده حقيقي، ده حقيقي. عشان الدبوس. عشان الدبوس. فاحنا ممكن ما نعملش دي هنا ونربطها من تحت هنا بطريقه بسيطه جدا. اوكي. وندخل دي هي اللي عندنا عشان ما تبانش. اوكي. وبعد كده نجيب دي من فوقيها كده عادي، ونروح دي رامينها على الطرحه كده. على الطرحه. طب نانيس قولي لي حاجه، انت بتقولي دلوقتي الموضه الشيفون، الموضه الالوان الباستلز الناعمه. طب هل التشجيره موضه السنه دي؟ دايما التايجر، تشجيره ورده. بصي انت برضه بالظبط زي دي كده، احنا برضه جايبينها علشان نعملها. بس هي الفكره في البساطه مع اللبس، يعني ما ينفعش دي نلبسها مع شغل منقوش في اللبس. هل موضه؟ ما هي اكيد موجوده، بس هل موضه ولا الالوان الساده السنه دي هتبقى موضه اكتر؟ لا موجوده طبعا. موجوده وبقوه. لو احنا لابسين لبس ساده لازم نلبس طرحه منقوشه. أوكي. طب قولي لي حاجه تانية. الطرحه اكيد بنختار على زي ما انت قلتي على حسب تدويره الوش. بس نراعي ايه في الهدوم؟ نراعي القماشه، نراعي الكات بتاعه الفستان من قدام، نراعي ايه بس عشان الدنيا تبقى لايقه مع الطرحه؟ هي اهم حاجه مراعاه حجم الجسم. اوكي. زي ما انت بتدي نصايح كل يوم علشان الجسم وعشان الستايل وعشان لازم الحجاب بتاخد بالها اكتر من اللي مش محجبه. لان احنا لو انت مش محجبه تلبسي هتلمي شعرك، اي حاجه منفوشه كده هتنزلي. لكن لو لبستي طرحه مع حاجه منفوشه من هنا بتدي عرض وبتدي كبر للوش، فانت تخنتك وانت مش تخينه. ودي اللي بتقابلها مشاكل بنات كتير. بتفتكر ان هو عشان نعمل كده لازم نبقى حاجات كتير. لا، نبسط الطرحه ونبسط التفاصيل بتاعت الكتف،
الحته دي خالص ونلبس الحاجات اللي نازله تحت طويله، ما نعملش من هنا حركات عشان تو ماتش تكبر الوش الا لو انت وشك صغير وعندك مشكله في الموضوع ده ووشك رفيع فعندك مشكله ان الساده بيطول الوش اكتر. فكل واحد على حسب جسمه وهو من فوق عارف الحته دي اكتر حاجه بتلفت وبتبان يمشي معاها. وش صغير يبقى اوكي اعملي تفاصيل، وش رفيع طويل لا خلي الموضوع ساده شويه علشان يبقى من هنا لا الوش الرفيع هو اللي تعملي فيه تفاصيل والصغير اوكي، لكن الجسم التخين هو اللي تبقي خليه ساده خالص عشان ما يتخنش. طب نانيس احنا معانا الصور، صور النجوم كلنا عارفينها، عايزه اوريكي الصور دلوقتي وعايزاكي بمنتهى الامانه تعلقي لنا بحيث احنا نستفيد كمان وناس. سيبي الطرحه دي شويه بس طيب حطيها طبعا. لو نشوف اول صوره معانا الفنانه صابرين، اوكي رايك ايه في اللفه دي، صح ولا غلط ولا ايه؟ طبعا هي كانت الفنانه صابرين ساعتها تقريبا مليانه شويه، هي خست عن كده فالوش زي ما احنا قلنا ان هي كانت عايزه تداري الوش فهي عاملاها كويسه على الوش بس مشكلتها في الكشكشه اللي في الطرحه، الكشكشه اللي في الطرحه اوفر شويه فادت عرض اكتر مع البندانة اللي تحتيها فهو ده اللي دخل الموضوع. بصي عند حته الصدر كانت عريضه فادت الفكره اللي احنا بنقول عليها، لكن لو كانت نفس البندانة دي مع طرحه ثانيه سيمبل ساده ما كانتش هتدينا التخن زي دي. ايوه دي بقى لما خست شويه وكمان هي بدات تفهم ان في حاجات فوليوم، بصي لما رفعت بدات تتخن اللي فوق فمهما تتخني فوق وانت وشك رفيع مش بيفرق. يعني دي صح لصابرين ليه؟ علشان مفيش الكشكشه بالظبط وانها حط هي لا فاهمين ازاي يعني حطت ديتيلز كتير وهي مش محتاجه الديتيلز اوكي، لكن لما خست شويه والوش بقى ارفع وكمان الطرحه بقت سيمبل فما يديكيش النظره التخينه. طيب دي برده لطيفه برضو دي بتنفع عليه الوش الطويل لان برضو من المنطقه دي بتبقى القوره هنا عريضه فاللي عندها قوره عريضه ريم البارودي وشها طويل فانت عاجبك ان هي اسمى وشها عجباني كده والرابطه زي ما احنا عملناها سيمبل خالص وجابتها لورا لو كانت عايزاها ان هي تطول وشها لو هي قصيره كانت تجيبها الطرحه قدام كانت هتديها طول. طب طرحه قدام مع دي مع دي وفي نقشات كده ما فيهاش اي مشكله؟ لو النقش على جنب تعمل الطرحه الناحيه الثانيه، لكن لو عايزه ابسط هترجعها لورا. طب مبينه قوي البندانه ده صح ولا غلط؟ لا عادي مفيهاش مشكله لان كمان كده عامله زي الرابطه السوري شويه، في بنات سوريين جم مصر واحنا بنشوف الرابطات بتاعتهم معظم الرابطات حلوه عليهم للوش الطويل عادي تبقى حلوه جدا. نشوف اللي بعدها دي حلاشيحه، ايه رايك؟ دي برده انا لفتت نظري شويه قبل كده، ده تقريبا كان في كاتب كتاب او حاجه كده ما عجبتنيش قوي لان هي نزلت الطرحه زياده عن اللزوم يعني اللي قبليها كانت شويه مرفوعه لكن دي نزلتها زياده عن اللزوم وكمان نقت القماشه غلط. خلي بالك البندانه شيفون بصي عامله ازاي مكشكشه معاها وتلاقيها قعدت كتير قوي عقبال ما ظبطتها، لكن القطن والتل هو اللي يتحط مكان الموف اللي هي حطاه ده والطرحه الاوف وايت معموله كويس. طيب سؤال دلوقتي، انت مش عاجباكي الطرحه كستايل ولا مش عاجباكي الطرحه ان هي مش لايقه معاها كمان؟ الاثنين ان دي صعبه قوي ان هي تعملها كده وقريبه قوي من الحواجب وكمان ان هي كان لازم ترفعها وتعملها ماتيريال مختلف. نشوف اللي بعدها. لا دي حلوه طبعا فنانه هاين ترك بدات طبعا تظبط كتير، الاول برده كانت شويه بتقفل وكانت بتعمل تفاصيل كتير قوي. طب ادينا بس التبس يعني ليه دي حلوه عليها؟ تدويره وش حنان ايه؟ ليه حلوه عليها؟ بالظبط تدويره وشها صغير عملت الهاي كول عشان تداري طبعا الرقبه، في ناس بتفضل تداريه وناس لا فعملت حبت تعمل سبانش مع بعض فدي سبانش وعامله في نفس الوقت طرحه تغطي الرقبه مع وشها الصغير تنفع مع وش كبير ما تنفعش. دي يمين نرمين الفقيه دي وشها كان طويل شويه من تحت فحبت ان هي تجيبها من قدام بس يعني اخطات الاختيار في الطرحه الجل، الجل المفروض ما بتبقاش على قبه من ورا كده من اللي هي انا حاسه ان وشها كبير قوي فكبرت وشها اكتر. بالظبط ايوه صح وشها كبير قوي. لا ادينا تب لو واحده وشها كبير ما تعملش ما تعملش دي لان دي تعتبر زي دي كالفة كلفه ولا كماتيريال؟ الاثنين لان هي ليه الماتيريال هي فيها نقشه هي لو كانت ساده كانت هتبقى ابسط ولو كانت اغمق كانت هتبقى اليق، يعني لو كانت الطرح غامقه مع الوش الكبير شويه هتقدري تتقبليها لكن هي جايبه حاجه فاتحه وهي من تحت كان عندها عريضه تقريبا برده كانت مليانه في الفتره دي فاي حد مليان في الدقن ما يعملش سبانش. طب هي كانت تعمل ايه؟ كانت تربطها رابطه عاديه لازم لان الحته دي قماشه ايه؟ ممكن الجل بس تجيبها مره واحده لو جبتيها مرتين الحته دي هتعمل لك فول.
دي مين؟ شاهيناز. شاهيناز اه دي حلوه جدا طبعا، وده سيشن فاوريدي مظبط كمان الالوان بالاضاءه، فاوريدي هي قورتها برده عريضه فنزلتها شويه بس في الرينج المطلوب، ما زودتش قوي القوره زي ما شفنا في الصور اللي قبل كده. تقريبا كانت عامله لوك حاجه رمضان او حاجه، فاللوك اللي هو السايب من فوق ده ما ينفعش في الايام العاديه، ممكن نعمله شويه لو في مناسبه، لو عندك في البيت حاجه، لو حاجه في ستايل رمضاني سهره كده ممكن تنزل. طب قولي لي بقى، نكمل بقى، بس قولي لي ايه اكتر اخطاء بتشوفيها على الناس؟ الناس العادية ولا لا الناس ايه رأيك؟ الناس النجوم والناس العادية، ايه رأيك؟ لا قصدي كان العرايس، عشان ربطة الطرح في العرايس برضو مهمة، برضو نعمل حلقة عليها لان بتفرق جدا شكل الطرحة والميك اب. يبقى الفستان حلو قوي ويعملوا لها الطرحة تبوظ كل الميك اب العروسة. لكن وفي نفس الوقت ايه الخطأ في العروسة؟ ان هي ممكن زي ما انت بتقولي بينقوا حاجات قريبه قوي من الوش، بينقوا التطريز الكتير قوي اللي هو تله مطرز. ممكن تلبس هنا بندانه، شفت واحده لابسه بندانه مطرزه وعليها تاج وعليها طرحه مطرزه، يعني تو ماتش بالظبط، حاجات تو يعني تفاصيل كتيره تو ماتش، بيقلب بلدي. بيقلب بلدي، هم مش فاكرين ان هم كده في عروسه. وتروح كمان عامله ايه، لابسه كمان كوليه الماز. فانت متخيله الديتيلز اللي انت ممكن ليه تشوفيها؟ طب نينيس انت محجبه، ليه في الطرح واللبس كمان المحجبات؟ يعني انا بعاني ان انا عايزه اجيب مصممين ديزاينرز محجبات، كل بلد محجبات، مش بلاقي. ليه يعني؟ طب ما انت لابسه عادي سيمبل، ليه المحجبه لازم يبقى الفستان بكولا وبعد كده كولا عليها تطريز وبعد كده هنا في كشاكيش وبعد كده في حزام وبعد كده في ورده وبعد كده في ليه بوت وبعد كده في بوت والبوت والبوت مش هيبقى ساده، لا البوت لازم يبقى عليه ورد، مش ليه؟ بصي والطرحه طبعا ما ننساش الطرحه لازم يبقى فيها العصافير، يعني ليه؟ بصي هي فكره الحجاب في مصر فعلا صعب، يعني صعب فعلا ان احنا نلاقي حاجات بسيطه ولايقه وعلى اجسامنا. يعني انا ثانيه واحده، لكن العصافير والورده والبتاع دي الناس باجسامنا؟ لا انا بتكلم على ان هم عشان يليقوا حاجه مع حاجه بياخدوا وقت عشان يدوروا في محلات بيجيبوا كذا كذا، فبيضطروا يجيبوا حاجات شويه يحسوا ان هم لايقه على بعض علشان ترفع، يعني تبقى تخينه وتلبس حاجه ضيقه قوي وحاجه فيها تطريز مش عارفه تحت، عشان طب ما انت لفتي النظر ان انت مليانه وكمان حاجه كتير. ايوه انا بسال ليه؟ هل ذوقنا وحش؟ لا ما هي ما انا بقول لك هي فكره في المحلات فعلا، وصعب ان احنا كلنا يبقى عندنا ستايلست او ديزاينر او حد بسيط يقول لنا تلبسوا ده على ده. يعني انا بقول لك احنا حضرتك يعني مش متخيله الناس المفروض تستفيد من حلقاتك كل يوم، ان هم فعلا انت بتلبسي حاجات وبتجيبي ناس بتلبسهم يستفيدوا وينزلوا حتى يبصوا على الفترينات اللي في المحلات، يبصوا يشوفوا ايه اللي يليق علينا ويجيبوا البسيط ويليقوه على لبسهم. لو الطرحه منقوشه يبقى زي اللبس ساده زي ما بنقول، والاكسسوارز والشنطه لازم تبقى بسيطه وما فيهاش اي اكسسوارز خالص. طب الحمد لله يا نيس اديكي قلتي ان يا محجبات الموضه السنه دي ايه؟ سيمبل. أيوة. مفيش نقاشات كتيره، الالوان باستيل، الطرحه بصي نيس عامله ايه؟ كملي لنا يا نيس. دي بقى من ضمن برضو الطرح، انا برضو كنت عايزه برضو اذكر الديزاينر لان هي برضو عامله لنا ديزاينرز لبس حلو قوي قوي من وزير غاده كفايه، وجايبه لنا اللبس ان احنا بسيط وفي نفس الوقت ممكن ينفع لسواري او حاجه. انت هتلفي لنا دلوقتي حاجه سواري؟ الطرح لا دي ممكن تنفع برضو بالنهار لو انت عايزه تعملي الحاجات الجديده الدانتيل الشفافه دي جديده، فممكن برضو مع الفندانه والتول بتلبسيها بطريقه بسيطه جدا جدا. وفي ناس بيفضلوا ان هم يدخلوا كده الطرحه. طب احنا معانا اتصال من جوليا. مساء الخير يا جوليا. امين عامله ايه؟ الحمد لله بخير. كل سنه وانت طيبه والحمد لله على سلامتك. ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه، اتفضلي. يا رب يخليكي. لو سمحتي يا مدام امينه، مشكلتي ان شعري مليان قشر. حاضر. قشر ابيض زي النخاله كده بتاعت الدقيق، لدرجه ان انا ممكن اكرش في شعري ينزل على الجلابيه ينزل على الشعر، مش عارفه اعمل ايه. جربت كذا طريقه من النت من غير النت، اي واحده صاحبتي تقول لي بعملها ما بينفعش ومضايقني جدا، وشعري جميل. طيب بصي وبينزل كمان. طيب انا هاجي عشان انا اسمع حضرتك من التلفزيون. اوكي من التلفزيون. طب فين؟ انا هجاوب عليك. باي باي يا حبيبتي، انا هجاوب عليكي في اخر فقره، فقره اسئله واجوبه وهقول لك. ومعانا يعني استنيني في اخر البروجرام، معانا اتصال من ام غاده. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، اتفضلي. حاجه ثانيه مساء النور يا فندم. اتفضلي.
لو سمحت انا عايز اسال على بشرتي غامقه وفيها نمش كتير. غامقه ونمش، حاضر تابعوني في اخر البروجرام وانا هجاوب عليكم. بصي بقى دي فكره سريه كده سريعه. احنا ربطناها عادي خالص في الاول وهي تنفع كده. انت عايزه تعملي بقى حاجه جديده، تروحي جايبه بس دي على جنب واحد على جنب. بصي السيمبل يعني، بصي طالعه ازاي، مفيش اي حاجه. طب نيس احنا عايزين نعمل حاجه سواريه. اوكي ومعانا نعمه من اسكندريه. مساء الخير يا نعمه. ايوه مساء الخير يا مدام امينه. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا مبسوطه قوي على فكره ان انا بكلمك، انا متابعاكي وبحب طريقتك وبحب اسلوبك. ربنا يخليك. والحوار بتاعك. ربنا يخليكي تحت امرك. والله وبحب حوارك معانا وانت بتكلمينا كده وبتقعدي تكلمينا وتقولي لنا وبتقعدي يعني. انت بتطلعي عيني، بتطلعي عيني. أيوة. والله بتطلعي عيني. سنين وسنين خلاص هموت هموت. تحت امرك، اتفضلي. بعد الشر عليك. انا بس عايزه اسال الاستاذه بس على حاجه. نانيس اتفضلي. انا وشي مدور ومش بحس ان كل طريقه الطرح اللي انا بعملها بتكبر لي وشي اكتر. وانا وشي مليان مدور. مدور وعندك خدود كده مدور حلو كده. عندي خدود ومدور، فباجي حتى ادور على النت وكده مش بلاقي حاجه تليق على وشي خالص. فعايزه طريقه حلوه كده تليق على وشي المدور، بحس تبقى حلوه كده تبينه مثلا ما يدورش اكتر يعني. حاضر حاضر. متشكرة قوي مدام امينة. العفا ليه؟ ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. تعمل ايه؟ هي زي ما احنا اتفقنا ان هي تنقي الماتيريال الخفيفة. تجيب الدانتال السنة دي، ده هو ده اللي تنقيه. وتعمله قريب من الوش، ممكن يبقى زي دي كده برضو. الطرح دي نازلة موضة جدا. ينفع دي دانتال وده ايه؟ بالظبط. وفي برضو منها كذا لون. ودي برضو جايبينها من على النت برضو في جروب حجاب كويتي. دي برضو بيجيبوه من بره اونلاين، يعني كل حاجة بقت متوفرة. ما تصعبوش الموضوع على نفسكم. لو فعلا الحاجة بتجيلكوا لحد البيت يعني هي احسن بكتير. هي ممكن تعمل اللفه دي. هي اللي كلمتني ممكن تعمل اللفه دي. لان هي دي بصي قريبه من الوش. فبتنفع للوش المليان، وبتمسكيها من هنا زي كده، وبعد كده بتجيبيها من تحت. بحيث ان انت لو جبتيها من هنا كبيره فهتكبر المساحه اللي تحت من هنا دي كده. وده سيمبل كده على الوش بالظبط. واكل من الوش شويه كمان. ونروح رامينها من هنا كده. ودي حلو لانها ممكن تبقى واكله كمان من الوش شويه، صح؟ من عشان كده. معانا اتصال من مين؟ نعمة. مساء الخير يا نعمة. معظم الكويتيين بيعملوها كده. معانا آلاء. مساء الخير يا آلاء. ايوه اتفضلي يا آلاء. مساء الخير، وطي التلفزيون يا آلاء. تعملي لنا اخر واحدة بقى يا نانيس. لفة تانية. اخر واحدة. خلاص دول صبروا. آلاء. ايوه وطي التلفزيون عشان اسمع سؤالك. ماشي حاضر وطي. طيب لو سمحتي كنت حابه اسال عن اللون اللي انت جايبينها نفسها. طب سيبي سؤالك واحنا نكلمك. سيبي سؤالك وانت احنا نكلمك. دي برضو سواريه؟ بصي بقى دي سواريه. السواريه عامه لازم يبقى ساتان شويه. لازم يبقى في لمعه بسيطه، بس طبعا انا ما جبتش اللمعه القوي. اوكي. بس عايزه اقول ان دي مربعه وان احنا عملناها مثلث عشان أوكي. نعملها ربطه تركي. أوكي. كتير قوي بنات قالوا لي عايزين نعمل ربطه تركي علشان تبين الوش حلو ومميز في السبانيش وفي قصدي في الربطه العاديه مع السواريه. اوكي. فدي وبندخلها جوه الفستان. نشوفي ازاي. فممكن بقى دي بنعملها مثلثه زي دي. ومش بالشرط يا جماعه، بصوا لفات السواريه مش لازم تطريز ورود وستراس، ما هو حاجات عاديه خالص. والقماشه اللي انت وريتها لي دي بجد جميله جدا. حلوه قوي وبسيطه. وبعدين زي ما انت بتقولي فعلا احنا معمولين عشان ربنا يعني نفيد الناس. يعني انت واي نوت ان انت تعالي واسالي الناس وهيفيدوكي، لكن ما تساليش صاحبتك اللي هي اصلا ممكن ما بتبقاش عارفه تلبس. اللي اسالي صاحبتك اللي بتعرف تلبس حلو. فالناس البسيطه هي اللي تفيد بعض. معانا ساره بنربطها كده. كمين ما تقلقيش وما بيبص. ساره مساء الخير يا ساره. مساء النور، ازي حضرتك يا استاذه امينه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. لو سمحتي انا كنت عايزه اسال عن دلوقتي انا وشي رفيع ومثلث. مثلث اوكي. تمام. ويعني هو شكل المثلث او القلب. مثلث مقلوب ولا مثلث عادي طبيعي؟
لتحت اكيد. لا من تحت من تحت. اوكي. بس هو مش قوي يعني مش مثلث قوي. فانا كنت محجبه بقالي سنه. أوكي. فانا لما كنت بشعري كان بيبقى شكلي حلو جدا. فلما اتحجبت الحجاب بقى بخلي شكلي ما بقاش حلو. اوكي. فانا عايزه لفات طرح تخلي شكلي بقى حلو تاني. هنجاوب عليكي حالا. حللها المشكلة بقى لأن في ناس كتير اللي بيبقوا من هنا كنزين جدا. حلو قوي الطرح. بصي بقى الربط التركي هتليق معاها جدا. اوكي. ليه بقى؟ أولا هي عندها مشكلة دي. فدي احنا لفتنا النظر لحاجة تانية غير مشكلتها هنا. اوكي. وفي نفس الوقت اللفة دي هتبقى حلوة معاها بتقولي؟ هتبقى حلوة معاها جدا. ليه؟ وعلشان بقول لك لفتنا النظر لدي وخلينا دي تبقى قصيرة برضو. لو عملتي طول في الحتة دي هتبيني دي نازلة لحد تحت دقنها نازل مع تحت. فدي انت قصري الحتة دي كده وتعمليها لورا. ولازم هنا يبقى مش لازق صح؟ ندخلها من جوه. لا ما يبقاش لازم. ما هو يبقى تركي. ما هي دي اسمها تركي. تركي ليه؟ علشان التركوة البنات بيعملوا الطرحة ما بيمسكوهاش حتى كده. كده هما بيمسكوها كده. ممكن نشوفها من ورا برضو. وينزلوها كده وبنعمل الباف اللي من ورا ده. هما بيعلوها كمان اكتر من كده. ما هي محتاجة عرض من هنا فكده هيديلها عرض من هنا صح؟ بالظبط. بالظبط. فبنرفع بنعرض ده وبنصغر ده. عموما نانيز بجد بشكرك جدا جدا جدا. اديت لنا اكيد تبس جميله واجمل تيب اديتيها النهارده ان الموضه السنه دي الشتا دي هتبقى بسيطه. صح. فيش اي حاجه خالص. بصوا يا جماعه مفيش طرحه صعبه ومفيش طرحه اوفر. صح. بجد يا نانيز بشكرك جدا جدا نورتي. يا امينه انا كنت كل مره ببقى مبسوطه معاكي. ربنا يخليكي بجد يعني. كلها متعلقه يعني الحلقات بتاعتك. ميرسي يا نانيز. هنروح لفاصل وراجعين لكم تاني.